السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف الآن وين نروح وين نروح وين نروح. هذا البرج أتوقع فيه أحد. أسمع صوت طلق لكن ما أعرف وين الناس اللي ممكن يكونون قريبين. بروح الخوي ودي اروح الخوي لكن ما هو قريب، شكله بعيد. في واحد طلق عليه. يلا يا انا يا هو يا انا يا هو، كلنا مناويب. يا خلص الرصاص، خلص الرصاص. شكله والله البلشة، والله البلشة. مش ذا الحظ، مش ذا الحظ المخيس. ايوه الحمد لله، الحمد لله استغليت. خلص الرصاص الان، والله شكله خلص الرصاص. مشكلة ما قدرت احول لليد بسرعة، لازم انزل تحت عشان اضربه. هذا الشيء اللي يغثك باللعبة. يلا حلو 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 حلو. ايش موجود هنا؟ هو اللي عقدني صراحة الأسلحة، ما تحصلها بسهولة، والرصاص ما يتواجد بسهولة. فا ايش نسوي؟ نسوي خليها على ربك، زهلها بس. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. حطوان اشياء جميلة. يلا الله الله، هذا الكشخة الان نقدر نقول جاي احتل العالم. هذه كشخة جنرال